عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وفد صيني لمتابعة موقف مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وطلب مدبولي الوفد الصيني بإنجاز المشروع الذي من المفترض أن ينتهي جزء كبير منه مع افتتاح العاصمة الإدارية عام 2020. طالب مدبولي بإنجازه في وقت قياسي تمهيدا لوضعه في موسوعة جينيس. هذا وبحث مدبولي مع مسؤول الشركة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع كي يتم التوقيع عليها بحضور الرئيس السيسي خلال زيارته المقبلة للصين سبتمبر المقبل.